منذ أن أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شهر فبراير الماضي بالإسراع في مد خطوط السكك الحديدية نحو الجنوب الكبير، تسير الدراسات التقنية على قدم وساق لربط العاصمة والمدن الكبرى بتمنراست وأدرار وتندوف وصولاً إلى الدول المجاورة تحسباً لدخول منطقة التجارة الإفريقية الحرة، مشروع حيوي واستراتيجي يوصف بالأكبر من نوعه منذ الاستقلال بتوسيع شبكة السكك الحديدية في الجزائر إلى 15,000 كيلومتر. طول شبكة السكك الحديدية حاليا هو 4,000 كيلومتر، وفي المستقبل القريب نهاية السنة بداية السنة القادمة بحول الله سنصبح حوالي 6,500 كيلومتر. سنستقبل عدة مشاريع نهاية هذه السنة وبداية السنة القادمة بحول الله، وعلى المستوى المتوسط بحول الله سنصل إلى 15,000 كيلومتر، خاصة مع هذه الخطوط التي أقرها رئيس الجمهورية الذي يربط الجزائر العاصمة إلى الحدود الجزائرية النيجيرية ومنه نحو العمق الإفريقي. مشروع تمديد خطوط السكك الحديدية شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً سيكون بمثابة شريان للتنمية وقاطرة للاقتصاد أفقاً للعزلة عن ملايين المواطنين. تاج الدين بوزيدي طالب ثانوي ولاعب كرة قدم في صنف الشباب، يستقل القطار في رحلة تكاد تكون يومية بين العاصمة ومدينة تيزي وزو على مسافة 100 كيلومتر، بعد تجربة عدة وسائل نقل يؤكد بأن القطار أسرعها وأقلها تكلفة. نقل القطار من أفضل وسائل هنا في الجزائر من حيث المبلغ، من حيث الوقت، من حيث كل اتجاهات تقدر تروح شمال جنوب غرب، يعني تساعدك في التنقل تاعك راك فاهمني، ومن جهة الوقت تختصر لك باش كيما نقولوا احنا باش تروح بوسيلة التنقل أخرى كيما نقولوا طاكسي دير فما ساعة، دير بالقطار دير 30 دقيقة 45 دقيقة، ويعني تساعدك فيها كل الشروط المتوفرة باش تروح آليز وتولي آليز. تركنا تاج الدين يغادر قبل أن يفوته القطار تحسبا للدخول المدرسي والاجتماعي، أين يزداد إقبال المسافرين على المحطات والمواقف البالغ عددها 410 محطات عبر التراب الوطني. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.